رأيك أن تجعل هذه الغرفة غرفة الضيوف؟ أفضل أن تكون غرفة القبير غرفة الضيوف. أنا أوافقك. إذا سنجعل هذه الغرفة غرفة الجلوس. سنضع من زوايا الغرفة بعض البيانات. وهنا سنضع طبيلة التلفاز وبجانبه طبيلة أعمالها بعض الكرسي وكنابل. المهندسة حقا، ولكن أين سنضع المكتبة؟ وضعها فوق كنابل. أظن أن الغرفة ستكون رائعة إن شاء الله.